صاغ الله ونسوه. كم من أعمال عملناها نسيناها نحن، ولكن الله عز وجل جل جلاله لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. قد دونتها الملائكة في صحفها، فإذا ما وفد العبد يوم القيامة على ربه وجد أعمالا، فلما يرى العبد هذه الأعمال التي نسيها هو، هنا يصيح: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل صغيرة وكل كبيرة بدأ بالصغائر قبل الكبائر، لأن العبد قد يغفل عنها، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغفل جل جلاله، قد وجدت وقد كتبت، فلا بد للعبد أن يبيض صحيفته حتى يبيض وجهه يوم القيامة، وحتى يؤتى صحيفته باليمين، حتى غدا ينادي: ها اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فيكون من أولئك الذين قال الله فيهم: أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فبيض صحيفتك من الآن، فإن هذه الصحيفة لا يغادر فيها عملا إلا وقد كتب لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض صحائفنا، وأن يجعلنا من أولئك الذين يقولون: ها اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.